الحقيقة بشكل جديد ومبهر رجعت ليالي ألف ليلة وليلة تاني مع مسلسل جودر في رمضان 2024. رجعت بينا لذكريات قصص ألف ليلة وليلة وحكاياتها وأساطيرها الجميلة اللي ارتبطت معانا جميعا برمضان، وتحديدا في الإذاعة قبل ما يتم إنتاجها في التلفزيون المصري. المرة دي إنتاج مختلف بتقنيات حديثة، ديكورات ساحرة، موسيقى كمان مختلفة، وجودر في دراما 2024 للمتحدة. الحقيقة إن عالم ألف ليلة وليلة وحكاياتها جزء مهم من التراث العربي، وحكايتها المرتبطة بكثير من المناطق الأثرية. عن تراث ألف ليلة وليلة هنتكلم مع الدكتور سامح الزهار الكاتب والباحث الأثري. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. وحضرتك طيب، يعني شفت ازاي جودر ازاي تناول ليالي ألف ليلة وليلة؟ الحقيقه قصه جودر قصه لطيفه جدا، واحده من اهم وامتع القصص داخل الملحمه الاسطوريه او الموسوعه الكبرى اسمار الليالي العربيه، وهي ألف ليلة وليلة. وقصه جودر او ألف ليلة وليلة بصفه عامه هو نص مقاوم ونص يشتبك مع قضايا عصره وزمنه، ولكن فكرة إعادة تقديم هذه النصوص وهذا المتن في هذا الزمن لهذه الأجيال، بالمناسبة الأجيال اللي هتتفرج على منصات واللي ربما لم تقرأ ألف ليلة وليلة أو لم تشتبك معها أو لم تدرسها في المدارس وغيره، فدي كانت مسألة فيها مغامرة شديدة جدا. إما يخرج عمل عظيم ومبهر زي ما شفنا، وإما ممكن يخرج في إطار يعني كرتوني والتجربة ما تتكررش تاني. فالحقيقة لا، إحنا شفنا أنها قامت الشركة المتحدة بدفع كافة العناصر لكي يخرج جودر بهذه الجودة المهمة. بداية من النص، أولا إحنا عندنا ألف ليلة وليلة والقصص بداخلها، خلينا نركز على جودر أكتر شوية. مش الـ القصص اللي هتلاقيها مختلفة في النسخ، إحنا عندنا أكتر من 40 نسخة لألف ليلة وليلة، سواء من الأعمال المترجمة الغربية أو العربية أو الأعمال المترجمة من الفارسية، فهلاقي القصص نفسها مختلفة، لكن الإطار أو الهيكل العام، العظم بتاع القصة واحد، اللي بيفتتح بالقصة الإطارية اللي هي تتفق فيها جميع النسخ، اللي هي شهرزاد وهي بتحكي لشهريار، وفي نهاية كل ليلة بتقف عند جزء لطيف في القصة علشان حتى لا يعني يقتلها، ففي اليوم التالي بالضبط تستكمل القصة دي، اللي هي تقال عليها الحدوت أو القصة الإطارية اللي موجودة في كل النسخ. جودر تحديدا هلاقي فيه اختلافات، ولكن في النسخة التي نفذت خلال هذا العام في هذا المسلسل تم اختيار نسخة تتناسب مع طبيعة هذا العصر، وهو حكاية الخير والشر وحكاية الصراع. ده خليني اسال حضرتك، ده شيء جميل جدا، لان ألف ليله وليله هي ملهمه لكل الثقافات والاداب الانسانيه في كل مكان في العالم. يعني هنلاقي اعاده معالجه واحياء لتراث الاسطوري الألف ليله وليله. هنا بقى زاويه المعالجه، يعني وحضرتك طبعا متخصص في هذا الجانب، الكاتب او فريق العمل بص على ايه تحديدا في قصه جودر عشان يقدمه الان في 2024 بشكل مختلف وبشكل جذاب كمان؟ اولا هي قصه عباره عن صراع الخير والشر وقصه صعود. صراع الخير والشر، وهذا ربما هو نمط العالم الان، صراع الخير والشر في الحروب والخلافات في كل المناطق، سواء في المنطقه العربيه او في الغرب او في يعني في اكثر من منطقه، بحثا عن المصالح، بحثا عن الكنوز، بحثا عن الغد الافضل حتى لو على حساب الاخرين. هذه هي المورال او القصه الحقيقيه لقصه جودر كما تم تقديمها، بانها هناك اربع عطايا او اربع كنوز موجوده في البحر، وجودر هو الابن الطيب الخير لابنه عمر، لوالده عمر المصري، وبالتالي الصراع ما بين الثلاثه ابناء حتى ينتصر الخير في النهايه. كمان النص يعني تعامل مع الموضوع بحرفيه شديده جدا، خاصه ان كاتب هذا النص واحد من المعلمين الكبار لألف ليله وليله، الاستاذ انور عبد المغيث، طبعا كاتب عظيم ومهم في هذا الشان يعني. وبالتالي اختياره لهذه العناصر واعاده تقديمها واختيار الشخصيات وسردها بشكل غير نمطي، مش الشرير اللي طول الوقت رافع حواجبه وبيبرق، لا، اختياره تقديمها بهذه الروح الانسانيه المعاصره
اللي نفهمها في 2024، فده طبعا اظن ان هو كان اكبر التحديات اللي هيفتح الباب والمجال لان في السنوات القادمه يبقى عندنا 1000 حكايه وحكايه من 1000 ليله وليله. لا كمان احنا كان طول الوقت عندنا مشكله مع الجرافيكس، احنا السنه دي شايفين تطور كبير قوي في الجرافيكس، احنا شايفين حاجه تناسب الاعمال العالميه فعلا. طيب اساطير 1000 ليله وليله كتير منها دار في مصر، عايزين حضرتك تكلمنا عن يمكن ابرز الاماكن الاثريه اللي كانت جزء من القصص. احنا طبعا اولا فيما يخص الجرافيكس، فانا يعني بحكم شغلي وبحكم ما اطلعت على روافد كتير في العالم في هذا الاطار، فانا بقول بمنتهى الامانه ان الجرافيكس هو عامل رئيس واساسي ومؤثر في اخراج هذا العمل، خاصه وان شركته المنفذه شركه اروما واحده من الشركات المحترفه في العالم وليس في المنطقه العربيه بس، اضافه طبعا الى الانتاج، مش الانتاج السخي فقط بالمناسبه، اللي بعيد عن المهنه او المجال يظن ان الانتاج فلوس بس، ولكن ايضا الانتاج سواء من المتحده او من الانتاج المباشر الاستاذ محمد سعدي والرفاق، فالفكره انه انتاج مش سخي قد ما هو انتاج كمان متخصص وفاهم، انتاج فاهم هو بيعمل ايه، فبالتالي لا خرج عندنا عمل يضاهي الاعمال العالميه. بالنسبه للمواقع التاريخيه والاثريه التي تمت فيها هذه القصص، طبعا احنا عندنا خلافات ما بين الاصول على 1000 ليله وليله او اين تمت او كيف تمت، لكن من الثابت تاريخيا ان موجود عندنا في مصر هنا عده مواقع تمت فيها هذه الاحداث. الموقع الاول هي القاهره الفاطميه الزاهره اللي هي النهارده اللي احنا بنقول عليها تقريبا منطقه شارع المعز والمناطق المجاوره، القصور الفاطميه اللي هي ربما ما بقتش موجوده لكن بقاع هذه القصور ما زالت موجوده، الناحيه اليمنى والناحيه اليسرى من شارع المعز، اضافه الى ذلك بعض المجموعات المبهره، يعني على سبيل المثال ودي مفارقه لطيفه جدا، ان بعض القصص في 1000 ليله وليله الوافده من الهند دارت احداثها في تاج محل، منطقه تاج محل. عندنا هنا في مصر المعادل الموضوع ليها القصص التي تمت في مجموعه السلطان قلاوون، واحنا عندنا يقال ان مجموعه السلطان قلاوون ده المؤرخين الغرب كمان هم اللي بيقولوا ده انها اجمل مجموعه معماريه في العالم، ربما اجمل من تاج محل ذاتها، وبالتالي هذا المكان كمان ملهم، المكان الاثري والتراثي ملهم حتى للقص التاريخي عن هذا المكان. احنا بنتكلم اسره قلاوون دي الاسره اللي حكمت مصر اكثر من 100 سنه، الاسره صاحبه الاساطير، الاسره صاحبه المباني التاريخيه العذبه، جامع السلطان حسن وعدد كبير جدا، والناصر محمد بن قلاوون والاشرف شعبان، يعني يمتلكوا في القاهره اكثر من 11 اثر من ابدع ما يمكن في التاريخ الانساني. ده وده تقدم بشكل مبهر وصوره كمان جذابه جدا في المسلسل. عايز اسال حضرتك الى جانب النص اللي مكتوب باقتدار شديد جدا زي ما حضرتك اشرت واهميه الورق في هذا العمل، في عناصر مهمه جدا في البناء الفني لجودر، اهمها الموسيقى كمان، الموسيقى احنا شفنا موسيقى مختلفه، شفنا كمان ديكورات وشفنا مشاهد متنوعه خاصه بالازياء، لانه دايما كان في مشكله في تصديق الاعمال اللي فيها اعمال تاريخيه او فانتازيا تاريخيه، لا احنا مصدقين الموضوع جدا والازياء مختاره بعنايه فائقه، كلمنا على العناصر دي وازاي افادت العمل. اولا هي الموسيقى هي موسيقى بنت زمانها وعصرها، اولا الاعتماد على المقامات الموسيقيه الشرقيه القديمه دي النمره الاولى اول حاجه. الحاجه الثانيه روح الموسيقى نفسها، روح الموسيقى التي مزجت الموسيقى المصرية بالموسيقى العراقية، وده الروح الأغلب على 1000 ليلة وليلة، يعني مش الموسيقى الهندية ولا الموسيقى الفارسية، احنا خدنا من الفارسي أو من الهندي بعض الأساطير، إنما الروح العامة خرجت من خلال هذه الموسيقى، إضافة إلى فكرة الديكورات، لا فكرة أن يتم بناء العناصر وفق السياق المعماري لهذا الزمن التي تجري فيه الأحداث اللي هي الروح العباسيه او العماره العباسيه، فده كان شيء طبعا كان شيء مهم جدا، حتى ده ظهر عندنا احنا بقى كمتخصصين ناخد بالنا من الكلام ده في تيجان الاعمده التاريخيه والكورنسيه، في بعض العناصر الزخرفيه، الكتابات، الخط نفسه اللي استخدم في بعض الكتابات، وبالتالي بتكتمل بالصوره. لما نروح للملابس هلاقي ايضا ان تم اختيار الملابس بنت زمانها وبنت عصرها ذات الطبيعه والروح العربيه، واختيار الالوان التي كانت تستخدم في هذا التوقيت بشكل اكبر، واختيار اغطيه الرؤوس المناسبه، فطبعا مساله الملابس
مع الموسيقى مع الديكور ادت لنا صحيح. الصوره اللي هي 50% تقريبا من العمل، العمل 50% نص 50% صوره، اغلب الدراما بتقوم على هذا الامر. فبالتالي اتقان هذه العناصر خرج لنا عمل الحقيقه نفخر بيه، يعني طب. احنا حتى اصدقائنا في العالم العربي واصدقائنا بره بيبعتوا لنا على الواتساب وبيقولوا لا يعني احسنتم، مصر عملت السنه دي عمل عظيم ومهم، لان الف ليله وليله ليها مريدين في كل مكان في الدنيا. يعني طب. احنا مش مساله ان احنا عاملين حاجه احنا مبسوطين بيها، هي هتنظر عمل يعني موسوعي، وليه لا طبعا ليه متخصصين في كل مكان في العالم. جميل. فبنشوف ان الاشاده لا حاصله طبعا طول الوقت. جميل. بنشكر حضرتك دكتور سامح زهار الكاتب والباحث الاثري والقراءه لهذا المسلسل، مسلسل فعلا بسنت اكثر من رائع، ويعني في الحلقات اللي فاتت شفنا كمان مستوى جديد على الصوره، العين ما تعودتش تشوف هذه المشاهد في جودر وحكايات الف ليله وليله مره ثانيه. حقيقي يعني عجبني قوي كمان الحلقه اللي كان تايه فيها في الجزيره، وهنادي مهنا كانت الميرميد او حوريه البحر، شفت ده كان يمكن الجرافيكس اللي احنا بنتكلم عليها صحيح. حاجه تضاهي فعلا اعمال صحيح. عالميه.